السلام عليكم. شركة أدوب عاملة حاجة اسمها بودكاست، podcast.adobe.com. ده فيه شوية تولز كويسة، مع عندي مثلا انهانس، ده تقدر ترفع له أي ملف صوت عندك، هو يبدأ إن هو يشيل لك منه أي ضوضاء أو أي حاجة خالص. ده من غير ما تطلب أي برامج، من غير ما تدفع أي فلوس، مجاني كله. تمام، معاك الماكسيموم 30 دقيقة، لو أكتر من 30 دقيقة أو أكتر من 500 ميجا فأنت ممكن تعمل أبجريد، لكن أنا شايف إن هما 30 دقيقة كويسين و 500 ميجا برضو كويسين. تمام، تقدر ان انت تقول له ترفع اي ملف، وتبدا ان انت شوز فايل، تختار الملف اللي انت عايزه وتقول له انهانس، هيبدا ان هو يحسن لك الجوده لو في اي ضوضاء او اي شوشره او اي مشاكل بيبدا ان هو يشيلها. طيب تعال نشوف التولز الثانيه. عندنا حاجه اسمها ميك تشيك، يبدا يفحص لك المايك بتاعك هل هو في اي مشاكل. تمام، لازم طبعا تيجي هنا وتقول له الاو، يبدا يفحص المايك بتاعك. فلو في اي مشاكل يبدا ينبهك اذا كان في اي مشاكل. طيب تعالى بقى نشوف الاداء الثالثه اللي هو الاستوديو، ده تقدر ان انت تسجل من خلاله، تقدر تعمل ايديت، تقدر تحسن الضوضاء، وكل دوت تحسن الصوت، تشيل منه اي ضوضاء بدون اي مشاكل خالص. تمام، الاستوديو ده ريكوست انفايت، هيبدا يسالك بعض الاسئله وبعد كده يديك الصلاحيه ان انت تدخل على الاستوديو، فتقدر ان انت تسجل وتستفاد من الامكانيات الكبيرة جدا بتاعة الادوب.